السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، صباح السعادة، صباح الأخبار اللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنها تكون طيبة وأطيب عن البارح وأطيب عن اللي قبله وأخير، وإن شاء الله ما نسمع إلا كل خبر طيب وزين عن أحبابنا وصدقاننا وجيراننا ودمنا ولحمنا والصاحب والصديق، كل منهم والجميع أنهم بخير وسهالة. البارح من الأساس ما كان يوم إلا، لكن يعني التليفون كدر خاطري الصبح، هو اللي خلاني أنا ما أصور البارحة، وحاولت أسير سرت العين كانت تبون الصدق، وحاولت يمين ولا يسار لكن ما رمت حيلة، لأنه الموقف كان صعب وما الله كتب لي نصيب أني أوصل المكان اللي خلاني أنا ما أصور البارحة. على العموم سرت بيتي وجلست في البيت وحطيت حرتي في الزراعة وجلبنا التربة وزينا التربة وغيرنا التربة عن الحيضان الصغار، وتواقعت ويا الطباخ اللي هناك اللي هو ناطور وعندك ودونك، ويعني صدع وديان وعدلنا وزينا ورتبنا. يوم عداني الساعة 11 ونصف الليل ضويت، هذا كله تقصير دوب لجل اني اظهر من المود البارحي واللي هو ما خلاني اصور، وان شاء الله ان الامور بتيسر، المراد طالت اعماركم، اخبارنا بخير وسهاله ولا نشكو من باس، وان شاء الله ان الامور بتيسر مثل ما تيسرت دوب. هو خبر كدرني عن جماعه وايد غالين علي، لكن ان شاء الله ان الامور بتزين ان شاء الله. علومي طيبه وكل شيء زين، غير هذا الخبر اللي كدرني، وغير ما هناك شيء يكدر الخاطر، ولا تعرفون انا ما يودني عنكم شيء الا العزيز الحكيم، ابدا ابدا ما يودني شيء الا امر العزيز الحكيم. يا صلاح البارحة وحاول بالتصوير ويشر بيديه شيء بما معنى انه شيء تصوير له لا وانا مصاوخ بسير يهدد، قلت له بسير سير الله يحفظك، شو ما شاء الله الأمية هاي حليلها حليلها. ما شاء الله شو يوم الله يطرح البركة، يوم الله يبارك حتى في الجليل، بركة الله يوم تحل في الجليل يكثر. سبحانك يا رب، هذه الويميات فوق السطح في البلكونة، شوف انتاجهن ما شاء الله، انتاجهن أكثر عن ورقهن. سبحانك يا رب، شوف يوم الله يطرح البركة، بصمات عمي. غيروا لك اللوحة، جابوا على عطور الشمطري خالد الخالدي جانا صداع من خالد الخالدي، ما تسمع إلا خالد الخالدي والشمطري، خالد الخالدي والشمطري، خالد الخالدي. جاتني الشقيقة بالعطور، خلاص صرت كل عطور، أكل عطور، أفطر في العطور، غدا يا عطور، حتى ولو تسبح. يا الحمر اليوم، يا الحمر يا الحمر اليوم، شو غادي؟ أوهوهوهو إيه شو أسوي؟ حمر اليوم، ما شي لون في الدو في الكون ما فصلت منهن، هاي كلهن هاي وزره، ترى الوزره هاي طلعت عماركم مالات المدرسيه ومالات الملباريه، هاي يستعملوهم في البيوت، انا استعملهن هني، خططهن وزار عادي، يعني وزار ما في اي شيء، وزار حال الوزره هذوها، وزار عادي يعني ما في اي شيء، لكن استعملت طالت عماركم كاستعمال للبيت، بدال ما تلبس الوزار الابيض وينبك هلالي يوم تلابد ولا عذر من الوزار، براي تلبس الوزار غليظ بالوانه، الوان كثير، ما بشرط انك تلبس انت وزار لونه ابيض وتمشي هلالي ينبك قدام العرب السائر والياي، لا يسد، ترى الاسم وزار. يو صليح صباح الخير، انا بيسوي لي قرص مشاوه ويدهنه طيبه ويجبن وبيض، شو تبى انت؟ نفس الشيء اكيد،
زين يلا ما شيء مشكلة، ما شيء مشكلة. شو أقولكم هالطير ها؟ قيض ولا اشتاء؟ فوق البيبي ياس هناك. يقولون هذا ما له اسم ويراقب، كان شيء دودة تلكش تلكش من بعيد ولا من قريب، ينقب عليها مسير يومين ما يترياها وين تكون، انقطع عليها ويايات النبوي ضيوفها حمام عيلات هناك، ودارقها كله على وين نجلس نحن. هاي بعد بصرة أول مرة يجينا حمام نحن هناك، طبعا وين باري يا ساتر، عيلات معيلات. هي والله خيسات البقر. يا مرحبا يا مرحبا ابو احمد. إيه؟ Good morning. إيه؟ صباح الخير. إيه؟ صباحكم الصباح. تمام تمام. ايش صاحي ما تحاجه. صباح الخير. خير بابا خبال ولا سلام. طب شو ريوق اليوم؟ الو طب ريوق شو اليوم؟ بريكفاست. أمراض ضعف. أوكي كلوز. باجل له يا سلام. الشباب. هذا الشباب اللي طرافة محرقة، هذا هو الشباب اللي على بطنه وظهره. الشباب اللي ريحته ما بمخمر تحرق العين. لا هذا الشباب ريحته طيبة رقم واحد. هذا الشباب اللي يقولون عليه رضوان من الله. كلوز. واللي البارحة هذاك ما بقروس هذاكي، ويقولون والله شباب من الصغار. لا شباب من الصغار، هذا شباب نمون واحد. أنا الأصل أكلمكم، البارحة أكل قيمات. ليه سموا القيمات؟ اللقمة بلقمة، القرص الواحد هالقريس هالكبير عبارة عن لقمة، لذاك سموه القيمات. هذاك القيمات، وهذا طحين رقاق بر، طحين بر. وهذا اللومي ما شاء الله، عاسف اللومي عساف شامبي. وهذا صلاح. Good morning my brother. وانا ابوي متهلع، وهذا قوم الجبن والجام والعسل والاشياء هاي هني. وانا متهلع ابوي على قرص ويا مشاوى وبيض ودهنه من دهنه الخالدي ان شاء الله. هذا حقي انا زين، وسوي بعد حق صلاح. انا بدهنه وبمشاوى وببيضه وبجبن. هذا قرصي انا. شوفوا ليليش في عقلك انك انت بتاكل اخير عن طحين البر؟ طحين البر ما شي شراته رقم واحد. امس يعني مسج يقولون في نزوة يزرعون بعد طحين بر في نزوة. هي والله اول مرة اتيني الاخبار هذه. نزوة ولا بهلة؟ لا نزوة قالوا لي. ارجع ارجع القرص من هناك، ارجع بسرعة، سوي له رقعة يا تعيد. ايوه ايه تعرف عماكم هذا دهنة الخاطية. لا بد ولا عذر، لا بد ولا عذر صديقة الكل. الطريقة القديمة الأولية اللي هي نحن إشباع الدهنة من الطباخ من الانضوي ومن الدويات، لذلك تلقى طدواها طاغي وريحة تمسير يومين ولو بتكمل سنة سنتين ما عولت لا يبالها ثلاج ولا شيء. وهذا بعد بزارنا نحن كل مكونات البزار العربي فيه مغسول ومهبوب ومنسوف ومحموس ومطحون ومقرطس ومحطوط شيء كريتينات. هذا أبو كيلو، وهاي الغراش امهات كيلو، وهاي امهات نص من قرشه ودبه ام نص من. وهذه مكونات. وهل كثر سنه نحن على حطينا طاقة عمارك من عقب البيضه حطوا الدهنه وحين المهياوة. طرف هذاك شوي حفيظ. ايوه بس بس علي بعد شوي يون بعد شوي يون عن خاطري. ايوه عاد الحين كثر من الدهنه عليك بدهنة الخالدي، عليك دهنة الخالدي، ولا بد من ولا عذر من الخوصة. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا المول كله على دهنة الخالدي. لا هي دهنة الخالدي ما شي عيشه. واليوم حتى اليوم قدانا طالت عماركم مجبوس فوقه هامور، راسه كبر راس حد من العرب.
ايوه ايوه روح 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 عفيف روح ما شاء الله روح لا تستعير ايوه ها هي هي ما عليك ما عليك ما عليك كفا ايوه جلبه ايوه خليه يغدي وبدن عبايه خرفش اليوم القرص هذا ريحه دهنه الخالي ويا المشاور متجانسه وعندك البيض وعندك المهياوه وشو غادي القرص ريحته تشل وتحط ما شاء الله تبارك الرحمن روح يا ابو محمد روح عين الله ترعاك الحين صلاح يبا ولا ما يبا صلاح تبى انت خبزه تبى خبز رقاق ولا ما تبى تبى يبا سر سوله حط له ندوك وزهب واحد حق منهل اوكي منهل حط له جبن وزعتر اوكي وزيت زيتون اي هو يريد زيت زيتون زياده اوكي سوي زياده حق زيت زيتون حط له زيت زيتون زياده وسوي الخبز لينه لا تسوي يابسه حق صلاح بعد نفس الشيء لكن صلاح بس زيت زيتون وزعتر من هلا زيت زيتون وجبن وزعتر سوي زياده زعتر وزي زياده زيت زيتون وربع القص خلي ياب لين لا تسوي يابس هو ما يحب يابس نعم هذا طلعت عماركم الصافي يوم قال صافي ابو ظبي هذا صافي ابو ظبي هذا صافي ابو ظبي ما شاء الله على ما تشوفون رقم واحد جاي لنا على الطيبة مع الزيني وياي طالت عمركم هامور عود قطعناه وسجولة اثنين السجولة طالت عمركم هاي الروس هروحن هروحن لهم فن ولهم طريقة هذا الراس الهامور حفيظ ها راس الهامور روح عزل عليهم هذا حين طر طرتين زين وحطوا ويا لها مجبوس الهامور مال اليوم زين قصة قصتين تنمونه بالضبط شلخه شقطين ايه 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 وحطه ويا المكبوس مال اليوم مال هامور العود اللي ظهرنا من ساعه ويبه حتى الراس هذاك بعد قصه قصتين زين وهذه طالت عماركم السجول هذه تشوفونهن هذا عاده حينه ليه ما يعرف للاكل يدور للدار هذه احسن عين في الدنيا العود هي عين السجل عين السجل هذه هذه اخير عين هي وهذا طالت عماركم اليوم ان شاء الله بيكون بنطلع يوم من ايام الله بنسوي هامور اليوم مجبوس الهامور زين هذا صافي خلاف وفوقه بنسوي على سجوله سجوله الروس بنسوي على الياف وسوينها فوقه يا صالون لكن 99% صالونه 99% نحصل قصها قصته السجل الحين قص الروس كل راس اربع قطعات راس السجل شرق وغرب زين ويجيبهم في صحن وكذلك الهامور مع الراس اللي عندك هناك يجيب الهامور تب كبره اللي هناك يجيب الهامور هي مع الراس هذا وعقل غناغين وخلوا هاي اخير الحمه هذه اخير الحمه هذه الحمه راس الهامور اللي فيها هاي اخير الحمه والدها الد عن هاي في الدنيا العوه شيء اظهر الغنقور روحه زين وهاي القطعه هذه روحها هذه خلها روحها استقلاليه لا تقصها هاي روحتي قطعة واحدة زين استقلالية تتحت من العكر قصها زين والرأس قصة قصتين والبرطم هذا قرضة ها قرضة بمقراط خل هذا عقه خالي للحمة بس هنيها هذا قرض هذا ما يدي؟ هي هذا ما يحدي هاي ما يطبخ هذا قرض هذا قصة قرضة بمقراط زين بس خلي هاي الحمة وخلي الرأس مصين زين وها قطعهن الرأس أربع قطعات شرق وغرب شار دار ويبهن صينية بنصورها للعرب زين ان شاء الله طالع سكين قوية قاطعة ان شاء الله ها والصافي حط كل ست حبات في قرطاسة نظفه نظف بطنه وحطه في الفريز اوكي ان شاء الله ضح لي القوانص كلهن اللي داخل البطن داخل البطن روح نحطهم في صحن ويجيب لي اياهن بريك شو تسوي بهن لا تقول ما قلت لا تعق شيء نعقيت شيء بزوالك انزل تحت حق تشوف طرف التصوير انت يلس شوف نظف الصافي لا تغسله اوكي غسال لا طر البطن واظهر الباء اللي في البطن كامل زين اظهر اللي في البطن كامل كله معليه في صحن ويجيبه مع الروس وعدل كل شيء ويجيبه لا غسله بماي
الصافي حط كل ست حبات في قرطاسه. ان شاء الله. ست حبات في قرطاسه وحطه داخل، شيل القناقيم عنه وكل شيء، لكن لا تغسله. ان شاء الله. ركزهن تركيز وطوهن حطهن في الفريزر. اوكي. بدون غسال. ان شاء الله. يلا توكل على الله. من تخلص يبوه بنصوره للجمهور. يو شامبي. اهلا. وين وين وين؟ شكرا. شغل بيت العين نمبر 1 امس. نمبر 1. اي شغل معنا وين نمبر 2؟ كله الحمد لله وصلت منو. استاذ انا استاذ. لازم انا فورمان. استاذ فين؟ هي. لازم عندك تحت مال وقت يجي زين. اشك الله فيك يا شامبي ما شاء الله. ايوه. ما شاء الله. هذا ليمون ما في لبناني، هذا اسبانيا اسباني. إيه. هذاك اللبناني. هذا لب... ايوه هذا اللبناني. شوفوا هذا اللبناني وهذاك الاسباني. شكرا يا شامبي. ثانك يو فيري ماتش. هي ودع عندهم. مشكور يا شامبي. يعني لان سوريا اعطونا لومي. ايه سوريا وبلاد الشام يوتون على اللومي. صلاح بلاك اليوم ايام غادي بلميته. انا ما نسيت، انا ما انسى شيء ما شيء الا تبي يستوي. حاضري تريقت من زمان، كلت الريوق الاولي والريوق الثاني والخبز قرص رقاق ويا مهيا ويا زعتر وزيت زيتون. الحمد لله ان شاء الله. هذا طلعت عماركم التين من اللي من مستار، هاللي من ابو عبد الرحمن، هاللي من ابو عبد الرحمن اللي مالك الاونر مال شركه انجازات مستقبل. هذا هو يعب لي اياها اليوم من هناك قبل ما اسافر، لان عطني 4 قريطيسات. لا ماشي شرات التين في الدنيا العوده، لذيذ الى ابعد الحدود. تحراه توه ميه فرش وهو مجفف، لذيذ لذيذ لذيذ. ما تشد رأيت شرات، شفت هالمقرطاس بنايلون، شفت هالمقرطاس بقصدير اللي يبونه من شرق ومغرب، لكن هذا تين مستار بالوصف، لذيذ الى ابعد الحدود. ابدا تحراه توه مقطوف وهو مجفف. له طريقه بلاد المستار يقول لك ريها غير فنان. هذا 4 بعد وحده. اي والله غير نمونه، لذيذ لذيذ الى ابعد الحدود، يعيض عن كل شيء. هذه احدى المشاركات طالت عماركم من سعود الركيبي، واحد من عيالنا وشبابنا واخواننا من هالكويت، من محبيننا ونحن بعد محبينهم. الله يحفظك يا سعود، شكرا على المشاركه. على الخير ابو محمد، شلونك؟ العام والامارات وشيوخ الامارات وشعب الامارات بألف خير. من سوق البركية محتفلين سوق المباركية في اعلام الامارات. عسى الله يديم عليكم الخير والازدهار يا رب، ويحفظ اماراتنا الحبيبة. طلعت عماكم غدانا اليوم، روس هوامير، هذا هامور وهذا بالول. هامور بهلول. ما هان علي اسوي الهوامير باثنين، سويت الروس مال هوامير اثنين ولحمت هامور وحده، هامور واحد قطعناه لان وايد بيستوي ما شاء الله. عق لحم شو ها هالفتش هالسطار، هذا روح سطار مال الفتش، هالسطار اللي تحت روح اللحم ريج ما شاء الله. ما شاء الله هوامير ما شاء الله في ابو ظبي، حتى هواميرهم غير كباريين يمكن هامور ابو ظبي غير عن هوامير الواد من اليمن، غير يمكن كل شيء عندهم في ابو ظبي غير نمونه. الله العظيم مشكله. شو شو الهامور يوم هذا الطري ايش جاي، هذا حق اليوم الغداء زين ان شاء الله. هذا فيه ملح وكركم، الحين خلي ساعه ساعتين ملح وكركم، عقب طالت عماركم نغسله زين ما زين ونخدمه. فلذاك غدي بالحي رقم 1، يجلون شويون ربع جلية. أما طالت عماركم السكل، هذوها هذا السكل عادة قطعوا كل هالعمان يقولون عن السكل قطعوا كل. هذا طالت عماركم سطراته والدنيا، هذا بس روس. اللحم خليناه تقرطسوا وحطوه في الثلاجة، هذا بس الروس. الراس روحه هذا متعة، الراس راس راس السكل أخير ما يكون. أما عاد عينه، عين السكل طالت عماركم، عين السكل تيودها يقولون هالباطنة تضمها عن أغلى الغالين عين السجل.
العين روحها اخير ما يكون العين هاتيهم خايف صغيرونه لكن من داخلها مثل شفت الفنيال العود قبل الفنيال شحمه ريج هاي كلها شحمه هاي كلها مكونات العين كان هاي اللي بس اللي ظاهره هاي كلها شحمه العين تدور تحت والعين هالكبيره ظاهر بس اللي يشوف روس اثنين طالت اعمالكم هاي متى نخدمهن نخدمهم يوم بي محمد عثمان بنسوي مكبوس على روس فوق تروس ولا سويناه يا فوق تروس ولا سويناه طالت اعمالكم صالونه وهاي طالت اعمالكم المقناصه وهاي الكبد لا الكبد ما شاء الله ما شاء هاي الكبد وهاي تلاياها ها كلها ان شاء الله الوي بيوم بي محمد عثمان علينا وعليكم بالعافيه هاي الروس خلهن حق ثلاث ويبات كل ثلاث قطع روحن زين وهذه هاي المقناصة والكبد خلهم مع ويبه وحده والباقي كل ثلاث قطع في قرطاسه زين وهذا حق دعنا اليوم هاي يوم بي محمد عثمان هذا يوم بتي ها شوف من هالطيب بسوي لك ان شاء الله اذا هاي روحها تمزر بطن ادمي هذه القطع روح الرزم هذه ها مات اللي تحت الراس شدق هذه مثل الحنج اللي تحت الحنج هاي روح يا ابوك تمزر بطن ادمي يلا ثانك يو حفيظ اي بقيت اسمع انا ما في موجود ممنوع هذا يطلع من الفريزر هذا الغداء ما عليه لك انا الروس اذا يجي بابا مالي انا ممنوع تسوي لين انا اكون موجود هاي الساعه انا مسافر ما بمسافر ما تحرجون شيء لين انا اي صافي شعري بدح نيسر ليبونه على هواهم هذا ممنوع هذا خصوصي بس حق بابا يلا ثانك يو شاي الماتشا كلكم تعرفونه اصله ياباني واول من صوره انا قبل تقريبا 5-6 سنين يوم ساير تغطيه لوكاله النسمو في جنتية طوكيو خطفنا على المحلات وراويناكم عفوات اهل كبيرو اللي بي يتذكر يدخل على اليوتيوب يشوف زيارتي لتغطيتي اليابان طوكيو ومنشآت السياحية وفنادقها وأزهار الساكورا وأشجار الساكورا كل شيء صورته ومن ضمنها كان شاي الماتشا وتم في خاطري فجأة طارت عماكم عقبها بسنتين ولأنه شاب من مجتهد منها للإمارات ياب المنتج وعدله وزينه لكن تم إعادة تعبئته عندنا في دولة الإمارات شاب طيب خير مجتهد سوى وزاد وعاد وين انتهوا هم هو بوي رد ابتدى وين انتهوا اليابانيين ابتدى هو ما شاء الله عليه الشاب المجتهد الإماراتي فلذلك أنشأ المصنع وعاد التعبئة بنكهات هناك عندهم بوي في اليابان نكهة واحدة البيور هذا ما في شيء عليه إضافة نحن عندنا الشاب سوى لبوي عدة مذاقات منها طالت عماركم الستروبري منها الرمان منها الليمون منها الأصل يروحه ومنها اللي بالخوخ يعني عدة مذاقات وكل فنان وكل زين ونفس الهدف ونفس الشيء بالعكس الحين نحن يوم خذ الوكالة هو عندنا سواه بطريقة وايد سهلة للعرب أولا تقدر تخلطه ويا روب وتقدر تحط أنا بربيكم الطريقة أول بادي لازم تعرفون المنتج هذا طبيعي 100% وثانيا انخدت اثنين أنا اليوم ليش ظاهر شاي الماتشا كل الناس تعرفه وتعرف انه يقدر ينزل لك 5 كيلو شهريا بالراحة إذا انك وظفت عليه ولو ما قلنا لكم طريقة استعمال بسيطة مرة ما يباله رزيف ولا يباله دق طبول ما يباله لا صدعة ولا يباله ضيان هذا أول هاي أول عبوة في الروب تقدر تحطه ويا الروب تقدر تحطه ويا الحليب تقدر تحطه وين ما تبى تروم تحطه كل مكان يوالم وصحي وطبيعي ما في أي مواد حافظة ومن الطبيعة ما في أي كيميكال ولا في أي مشتقات اللي هي ما توالم الإنسان وعنده تصاريحه وعنده أموره وعنده الدنيا كلها طالعه ولذيذ طعمه إلى أبعد الحدود طعمه لذيذ إلى أبعد الحدود وينزل الوزن ويمشي البطن مش يمشي يلين البطن يخليك مستريح في سيرة الله يعزك
الحمام وتم الوحيد لقضاء الحاجة أبدا يلين البطن ها ولذيذ طعمه طعمه لذيذ ها واستعماله في أي وقت بقى لا ليل ولا نهار على هو أنا اللي استعملته قبل ويا الروب الخوخ وحين طالت عماركم هذا اللي هو الرمان تقدر تستعمله حتى لو استعمل مرة ولا مرتين في اليوم ترى ما يضر ينفع ما يضر طريقة استعماله وايد سهلة أخي أمسك شوية فيد هذا ها داخل ها مضرب واحد دواء ما بدواء ما بدواء شاي المات هذا الله يزكي الحين صلاح قاعد تسجل نحن ها ما يبالي وقت لا يبالي على ريج ولا على خير ريج ليل ولا نهار قول يا قول بي يا حبيب النبي ها طعم لذيذ وهن للي هدفه انزال الوزن للي انا حين اليوم هدفي انا شو هدفي اني يلين البطن استعمل اي وقت لكن اذا هدفك انزال الوزن ترون تستعمل مرتين في اليوم الصبح على الريج والمساء قبل النوم هذا يخرطك خراق ويخليك قصير البال 5 كيلو في الشهر 100% وفي عدة نكهات في عدة نكهات الحين انا طمت لي واحد وهذا ها 1 2 3 حطينا حق شامبي في الروب وانا اخذت لي واحد مع الرمان ومع عبد الله كان حطيت لها اثنين لو كنا في الطياره يوم جايين من بيلاروسيا حطيت لها اثنين قبل ما تسافر وما شاء الله عليها ما وصلت مطار يدبي الا ما شاء الله قادي اخف عن الريشه تهادي لين اليوم لين بكره البارحه اللي سمع ستوريها هي بتذاكره جاي الماتش واستعمالها له انش قايل نظف ولين الامور كلها وهذا الحين شام بي ما سد سد يا سد والله عنك صلاح ها صبر صلاح هذا جسمك انت هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد وانا واحد انت وياه هذا حق البطل صلاح زين زين هذا حقك انت انت حب اعطي 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 خلي هاي فلوس صلاح يبغى شيء يبغى شيء ما بعدين اشتر اثنين بيعطونك اثنين بلاش الحاضر منكم يعلم الغايب منتج مانع للأكسدة يلين البطن تبع حق انزال الوزن خذ وحدة الصبح ووحدة في الليل على الريج الصبح ووحدة قبل ما ترقد انت والخير والباعة وتبع بس يلين البطن ماشي مشكلة في اي وقت خذ اي عبوة وحدة ولا هنتين ماشي مشكلة بيلين البطن لكن للانقاص لازم على الريج الصبح ودي والمساء ودي ثاني مرتين في اليوم يلا دردعة خلاص عادته يلا دج 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 بعد اركض ايه اركض دور ما دار البيت وتعال اركض 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 انا لا انا انت لا بسك انت كمرة يا عبد الحطين تبى انت يا ابوي تبى ولا ما تبى شوية خالد ابوي يلين البطن شوية حمام ايه شوية حمام تبى شوية زين يلا رقم واحد يرين البطن بتقضي بخير وسهالة لا تصير عاد حرق هو خيس الدنيا يلا مرة واحدة بسم الله بسم الله يلا قبض يلا مرة واحدة مضبوط ولا لا؟ في العافية يلا
خوز. احنا بكره نحن ظهر. نحن الظهر. تعال الصبح من وقت بتيزوا عندنا ساعتين بس ينوا بعد بيتكم بدري انتو. زين صلاح اول تعالوا عندي انا. يلا الله يحفظكم بلاد. يلا مع السلامة صليح. بلاكم واخي جنك شيبة. الله اكبر واعظم. شوب صلاح حندب ظهرت لحدبه. ها شوي شوي على الباب. لحم صافي 46 كيلو. هذا الريح الراس الكبد الكرشة الكراعين المعلاق هذا كله من عيل واحد 46 كيلو. ايوه 46 كيلو. 46 كيلو هذا صافي لحم. هذا صافي لحم. لكن شوفوا يوم اقول لكم الحمه افتحها الكيس افتح هذا اي واحد منها جيب كيس سكين عادي افتحها افتح بالله عليك راوي العرب العجب اللي ما يعرف يقول هاي الحمه شوف بحياتك شفت الحمه هالنمونه شفت الحمه لا بس واحد يسبها شو الحمى لا تفتح لا تفتح شو قاعد بيضة تحراها الحمى تحرى الطيط الحمى الطير دياي تحراه وهو ها هذا عيل أبدا يوم حتينا اتصلنا قلنا نبغي كل ويبة فيها كيلو كل ويبة تروم تطلب كل ويبة فيها كيلو تروم تسوي مقطع تروم كباب تروم مفروم تروم اللي تبغى يوصلك لين بيتك برسم الخدمة يا أبو وصل هاي الموزة الحمى تي بالعافية الحمى تي بالعافية على اللي بيأكلونها إن شاء الله ألف عافية هذا تنورنا على ما تشوفون لابد ضوء ساعتين ونحن ورينا الضوء فيه هذه تنورنا زاهب حطاب سمر على بطنه وظهره لحم ما سوينا لحم سوينا طلعت حماركم رقاب وروس هذا هاي للروس ها وهاي للرقاب رقاب يا ياتنا البارحة لحمة طرية سمين ما هن علي ود أخليه تدخل الثلاجة يلا بس مكونات رقاب وروس زبدة لومي ثوم كركمة ما شي غيره اللحم حاطين فيه كركم وملح ساعتين وحي قسلناه يلا يلا جلي 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 لا تريق لومي وكركمة بس ما كركم وثوم وزبده لومي وكركم وثوم وزبده هذه الخلطه ما فيها بزرات ولا فيها اي شيء عمدا ما بغينا اليوم نحط بزار ولا حد يتكلم عن القفاز لان نحن ما نحب القفاز ولا اللي يستعملوه القفاز هاي المكونات طالت اعماركم على ما يلا يلا اشتغل هاي المكونات وهذا ورق الزبده قبل قصدير وفوق القصدير طالت اعماركم ورق الزبده داخل قلبكم في الحج الحج لسان 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 كبوت في لسان ايوه آه بس 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 ايوه ملح طالت اعماركم الروس والرقاب للحمة متشبعه من الملح راسين ورقبه راسين ورقبه وانت سائل وانت سائل على هالمنوال ايه دعس 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 ابتدى الحج وين اللسان وين النطع ايوه لكم حطيت بعد ويا الثوم جرن واحد فلفل خضر جرن واحد فقط ماشي غير ايوه سر 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 روح 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 هذي روح ما يبال لا صدع ولا ديان لا صدو ولا بزرات ولا شيء اليوم بس اللي هنمونه نبغى نطعم طعم للحمى نبغى نطعم طعم للحمى نحن نطعم الرقبة الداخل ايوه رقم واحد يلا شوف هذا كله عليه من فوق لفوق ماشي ولا قطرتنا ولا قطرتنا غير هاك اللومي والحمض والزبدة اللي شفتوها ماشي غيره لا شيء مني ولا منه الحين طالت عماركم ينحط طالت عماركم ورق الزبدة ايوه روح ايوه روح ايوه بعد شوي لا تستعي الحين عادي تقرطع زين ما زين أهم شيء أهم ما في الطبخة طالت أعماركم إنك أنت الحين يوم بتسوي المسوال أو الشوي لازم ما يتنفخ هذا شوي هذا اللي نحن نسويه شوي مب مشواي المشواي طالت أعماركم هاكي يطبخونه وما يحطون فيه مياه ويغادي موقر لا المشواي غير والشوي غير الشوي هو اللي على البخار
يدخل في التنور، الشوي هو اللي على البخار يدخل في التنور. ولكم عين تنظر. يلا دخل الضوء، دخل الضوء. سيده 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 بعد بعد التنور يتوهج. شوف هذا الحين اهم ما في الموضوع، التقرطيس هذا، التقرطيس هذا هو المهم. لازم ما يتنسخ، ها لازم ما يتنسخ ابدا. ان تنسخ احترق اللحم، لان هذا ما فيه ماء ولا فيه الغلاقه ولا فيه اي شيء. احكام احكام بالقوة. اي خبيز او اي مكان يظهر منه البخار بس احترق. يلا داخل. بسم الله، قول بسم الله. بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله. شوي هات شوي شوي عشان ما يشمخ هذا اللي في النص. يلا سيده 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 بعد 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 سيده سيده. خلاص اخر شيء. ايوه يلا سكر الباب. ايوه هذا دواء وعلى الله شفاه. ولكم عين تنظر ان شاء الله في خلال في خلال طارت عماكم ساعتين ساعتين ونص ما اخبركم. بعد مرور ساعتين بالضبط ساعتين. روح 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 روح. هذا ابوي شوي روس ورقاب، شوي روس ورقاب. يلا عاد عيستني. ايوه روح 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 روح. عين الله ترعاك. روح شف شف. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام اوف. شوف المخ ايش قام يتفطر. هاي الطبخه اللي يقولون عليها رضوان من الله، رضوان من الله. يا سلام يا سلام ما شاء الله. اماركم سجي شوي سجي. ايوه سجي من المروقه اللي فيه وروحه. سجي منه روح ناضحين. هو رقم واحد. قادلكم قادلكم مح. يا ربي يا رمضوي. ها شوف الله عليك الحين خلي بس اللي يباله تسجيه سجيه. ايوه بس حق الحين يحمر بس فقط للاحمرار. يلا بدا داخل خمس دقائق بالعدد. روح روح. يا سلام يا سلام يا سلام. يا الله وربي ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد قولوا ما بزين، بعد قولوا عادي. ها قولوا عادي. يا سلام يا سلام. ثانك يو حفيظ. المنظر روحه يجيب العافيه. المنظر المنظر روحه. يوم يقولون الرقبه زوال، الرقبه لا تلب زوال ولا شيات. اخير الحمه هي فيها الرقبه كل الرقبه. ها شو قام تفتت اللحم. شيء يخير عن هالنمون، شيء يخير عن هالعيشة. ما والروس قايد قادي الروس. ها وهاي لحمة الفتش، لحمة الصطار. بدون شرفت الحمة. هذا الطباخ اللي يجيب العافية. ما في صدق وألوان وأصباغ وطحنة الزمان. ها الحمة اللي تجيب العافية هذه طريقته. خدمة رقم واحد علينا وعليكم بالعافية. السلام عليك ابو محمد، ايش حالك؟ جزاك بخير. طالع شوف شوف البرتقال طعمه كبره. طالع شوف طالع شوف بالله عليك. طالع شوف طالع السنتر والبرتقاله ما شاء الله. كان طالع شوف هناك ابو محمد طالع الزيتون. ابو محمد تعرف المدحاني يسلم عليك. غالي ابو محمد غالي. ها شرين صور له راعي الساق وهذاك يبغى الساق. منو هذاك؟ هذاك اللي هناك. عبد الله عبد الله عبد الله ساقو تبغى ساقو. هاي بس ساقو بعد. يلا شيء ها تبغى بطرشونه باكر باكر حق الخالدي. معك ابو محمد. ها ها ساقو عبد الله ابو محمد. شتو امر خالدي ولا مساقو زعفران عليه ايه طبعا الحين مختلف مهب بعيد عنك.
زين اخبرك بتعزم شو اسمه بن حم معاك ياكل الساقاو؟ اي نعم خذ شويه بس طشتونه كبيره. احلى طلبيه البيت مجلي الجاسم، احلى طلبيه يتعطرون في جنة يا رب. احلى طلبيه بعد الكبيسي، الكبيسي ها عمي انا حافظه الاسامي، الكبيسي وحتى هما يتعطرون في الجنه يا رب. ايش شمطري لاعب لعبه. تلومونهم ابوي اللي قطعوا الشاير واللي سووا قرقعه اللي سووا الحشره في الايام هذه يوم حطيتوا لهم هالسبب، سويتوا هالسبب وضابي غادي عروس، منو ييسر يدخل بيت المعاريس ما يتخرطف ما يطيح ما ينكب على كندورته فنيال قهوه طيب ريحه الدهن تطيح على كندورته من صحن هريس ولا من خبيصه ولا من قرص ولا من مفروك. شو اللي وادم؟ أنا أبو الوادم أبوي ما لو ما حد يروم تمشيونهم على الصراط المستقيم، لا الله من يلومهم أبو ظبي كانت غير وما زالت غير ولين تقوم ناقة صالح غير. اللي بيشوفه بهالدل وهالدلال وهالعز وهالشيء الفنان بيروم يتمالك أعصابه؟ منو حيخبروني؟ منو يروم يوجف عند إشاره؟ منو يروم خبروني؟ ماتت جانست للألوان وتلخبطت الدنيا وانطمست الانظار من شوفها الزينة. الوادم تخادت ما تعرف الحين العدل، هاي اشارة هذا نور، هاي ليتات، هاي زينة، هذه بهرجة، شو هذا اللي مستوي؟ فلذلك الوادم طالت عمركم سامحوهم هاللي قطعوا اشارة ايام الايام هذه، يعني سامحوهم فقار ما يلامون، لا الله من يلومهم كأنك داخل عرس الدنيا بكبرها غادي عرس، غادي الدنيا تلق اتصالها تلاصف اتصالك بكبرها، داخلين منجم مجوهرات ما شاء الله تبارك الرحمن، منجم الماس كل شيء يلق وكل شيء يتلامع. لا تلومونهم فقارة يوم كسروا إشارة حمراء ولا طافوا يمين ولا يسار، الله فيهم يستاهلون فقارة، تراهم فقارة على تجل معاشات على تجل معاشات والمخالفات بهاي الحكي، الله فيهم بالأخص لأيام العيادة لأيام العيد الاتحاد وهذا ليه سووا شوية خطأ ولا شيء، الله فيهم يستاهلون أن الواحد بعد يغض النظر عنهم، الله فيهم فقارة حليلهم.
أول بادي فرحة، وثاني شيء طالت عماركم فايض المعاش معاش الظاهرة، وثالثا عيد الاتحاد وفرحانين ومبسوطين ومعاش المعاش ويا الإجازة. شوف انت الحظ وين ما بينون، وكل شيء طايح وكل رخيص ومهرجانات وزي وأناس وفرح. لا تلومونهم لا تلومونهم لا تلومونهم، اللي عليه مخالفات عقوا عنه، واللي عليه ما ادري كم بلم يسووهن 52% تقبيض بمناسبة هالأيام. هاي نصيحة أبو محمد. يلا شكرا جزيلا.